في وقت الحرب العالمية الثانية وتحديداً في سنة 1944 كان اللي متولي قيادة الجيوش الألمانية هو القائد المشهور روميل، وروميل كان متنبأ له عسكرياً بمستقبل فعلاً مضيء، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لأن روميل ما بين لحظة والتانية ما بين يوم وليلة لقى نفسه متهم بالاشتراك في محاولة الانقلاب على هتلر، واللي بناءً عليها أمر هتلر بتصفيته واختاروا له سم السيانايد، وراح له اتنين جنرالات للبيت وقالوا له انت دلوقتي متهم وممكن نقدمك للمحاكمة، ولكن انت في قدامك خيار تاني وهو انك تنتحر بالسم بتاع السيانايد، لكن احنا هنوعدك ان انت لو عملت ده ان اسرتك بعد وفاتك هتكون في امان. ورومل اللي كان ملقب وقتها بثعلب الصحراء وبعد كل الاماني العظيمة في مستقبل عسكري مبهر بالنسبة له، لقى نفسه في الاخر ما بين اختيارين كلاهما مر، انه يتقدم للمحاكمة او انه يموت نفسه وتفضل اسرته في امان. وهو للأسف الشديد وقتها ما كانش عنده اختيار ثالث، فاضطر ان هو يختار الاختيار الأأمن لاسرته، وقرر ان هو ينفذ اللي كان هتلر عايزه، وفعلا انتحر بسم السيانايد تحديدا في اكتوبر 1944 قصاد انه يضمن الامان لاسرته. في مثل بيقول كل ساق سيسقى بما سقى، وده تحديدا اللي حصل، لان بعد انتحار روميل بسنة وتحديدا في ابريل 1945 قرر هتلر الانتحار، واختار لنفسه نفس السم اللي اختاره لروميل وهو سم السيانايد، وتناول سم السيانايد، ولكن هو تقريبا كان يعني مستعجل على الوفاة وعلى الموت، فكمان ضرب نفسه بالنار، وانتهت قصة حياة هتلر بالوفاة بسم السيانايد مع ضرب نفسه بالنار. وبكده نقدر نعتبر ان سم السيانايد كان السبب في انتحار اشهر اتنين قادة في تاريخ المانيا كلها. سم السيانايد على مدار التاريخ تم ذكره بصورة لا نهائية، سواء في محاولات الانتحار او في محاولات القتل والتصفية والاجبار على الانتحار، وكمان تم ذكره ان تم استعماله من حكومة هتلر في مذابح الهولوكوست. ايه بقى هو السيانايد؟ السيانايد ده مادة موجودة بشكل طبيعي في العديد من الطحالب والكائنات الدقيقة، وكمان موجود في البذور بتاعة التفاح والخوخ والمشمش والبرقوق، وكمان موجود في اللوز. كمان هو موجود كمادة كيميائية سواء غاز أو مادة سائلة أو باودر، وهو موجود على صور زي سيانيد الهيدروجين أو سيانيد الصوديوم أو سيانيد البوتاسيوم. طيب حد هيسألني ويقول لي هو السيانايد ده أصلا كان بيتم تصنيعه علشان يستعمل كسم؟ هقول له لا، السيانايد أصلا ليه استعمالات كتير جدا، زي أنه بيستعمل كمبيد حشري وسم للقوارض، وكمان بيستعمل في مجال الصناعة زي صناعة المطاط، وكمان بيستعمل في مجالات التعدين زي استخلاص الذهب وتلميع المعادن وتلميع المجوهرات. طيب اشمعنى بقى السيانايد تحديدا اللي خد اسمه الشهرة الواسعة دي، وبقى موجود اسمه في الحقيقة او كمان في الافلام بتاعة المخابرات والجاسوسية؟ ده لان السيانايد بيعتبر واحد من اخطر 5 سموم في العموم. هو سم فعلا خطير، لدرجة ان لو اتاخد منه وزن يعادل 10 ذرات من حبيبات السكر، ده كافي تماما لموت الانسان في دقايق معدودة. ومن هنا كان خطره، ومن هنا كانت شهرته. التسمم بالسيانايد ممكن يكون عن طريق الاستنشاء لو كان غاز، او ممكن يكون عن طريق الجلد والأغشية المخاطية، وكمان بيكون عن طريق الابتلاع عن طريق الجهاز الهضمي، لان زي ما قلنا ان املاح السيانايد موجودة سواء في الصورة الغازية او في الصورة السائلة او في الصورة الصلبة. طيب السيانايد ده بيشتغل ازاي لما بيدخل جسم الانسان؟ بمجرد ما بيدخل جسم الانسان هو بيتحد مع الحديد اللي موجود في الخلايا، وده بيؤدي لتوقف سلسلة التنفس، واللي بتؤدي في النهاية لتوقف عضلة القلب وموت الانسان، والعملية دي ما بتاخدش اكتر من دقايق معدودة. دلوقتي هنتكلم عن اعراض التسمم بالسيانايد. اول ما السيانايد
بيدخل لجسم الإنسان بيبتدي الإنسان يشعر بمجموعة من التغيرات في جسمه، أولها إن بيحصل ميل للترجيع أو بيحصل ترجيع بالفعل، وبيبتدي الإنسان يحس بصداع وبيحس إن في انخفاض في درجة حرارته وبقى فيه ضيق في التنفس، كمان بيبتدي يحصل انخفاض في معدل ضربات القلب وانخفاض في ضغط الدم شوية شوية، وبيبتدي يحصل فقدان في القوة العضلية، الإنسان بيبقى مش قادر يصلب طوله ويحصل له إغماء، وبعديها بيدخل في غيبوبة وبتنتهي بتوقف عضلة القلب وموت الشخص. وبيكون شهير جدا في حالات التسمم بالسيانايد ان الشخص المتوفى بتكون ريحته بالضبط زي ريحة اللوز. كل الكلام ده بيحصل في غضون دقايق معدودة. طيب يا ترى ايه هي الاسعافات الاولية في حالة ان في شخص بيحصل له تسمم بالسيانايد؟ لو الشخص دوت كان بلع السيانايد وكان عنده قدرة على البلع، هو مازال واعي وقادر ان هو يبلع، فاحنا بنديره على طول اقراص الفحم النشط، والاقراص دي ممكن ياخد لحد 10 اقراص، بعد كده بتجري بيه مباشرة على الطوارئ في المستشفى. طيب لو كان التسمم ده حاجة خارجية على الجلد، اول حاجة بنعملها ان احنا بنخلع الملابس بتاعته، بنحطه تحت المية، بنغسله جلده كويس جدا وشعره، وما ننساش طبعا عينيه، وعلى طول بنلبسه هدوم نظيفة وبناخده جري وبنطلع بيه على الطوارئ، لان العلاج بتاع تسمم السيانايد بيعتمد في المقام الاول ويمكن والاخير كمان على ان انت تلحقه في وقت يعني قياسي، لان زي ما قلنا ان السيانايد سم بيشتغل وبيموت في ظرف دقايق. لما الشخص بيوصل للمستشفى بيبتدي الطاقم الطبي يتعامل معاه على حسب الحالة بتاعته، وبيبتدوا يتعاملوا معاه، لو محتاج اكسجين بيدوله اكسجين، لو محتاج ياخد اقراص الفحم زي ما قلنا بيدوله اقراص الفحم، او ممكن كمان يستعملوا حاجة زي الصوديوم نيتريت او الثيوكبريتات الصوديوم. لكن زي ما وضحنا ان سم السيانايد سم عنيف وشديد السمية وسريع جدا في تأثيره وبيؤدي للوفاة في ظرف دقائق معدودة، فبتعتبر النجاة منه صعبة، وبتعتمد على عاملين مهمين جدا. اول حاجة هي عامل الوقت، ونحط تحتها يعني خطوط كتير جدا، والعامل التاني كمية السم اللي تناوله الشخص دوت. انا كده خلصت الفيديو بتاع النهاردة، لو لقيتوا ان الفيديو كان مفيد ما تنسوش تعملوا لايك وشير، احنا بنعمل فيديوهات كتير علمية وطبية. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.